يلا كلونيا، شفتكم امبارح اكو كنتوا بتاكلوا بطاطا وقاعدين وعاملين عزومه جامده قوي، انت فاهم؟ وناس ضيوف جت عندكم قاعدين عزومه جامده قوي قوي قوي، وكلتوا بطاطا كتير وانا قاعد كنت بتفرج عليكم وما رضيتش اكل معاكم عشان خاطر ما احرجكمش قصاد الناس، وقلت عادي واستنى حد تاني يوم واقول لك هات لي بطاطا. امين. انت بتقول ايه؟ انت قلت ايه وعملت ايه؟ قلت ايه وعملت ايه؟ انا حرجتك قدام الناس وانت قلت لي انا عايز اكل بطاطا، انا عايز اكل بطاطا، انا عايز اكل بطاطا، حرجتني قدام الناس وجبت شدرابه. لا اكلوني يا سامي، مش هسكت لك المره دي، اكلوني. انا عايز بطاطا باي طريقه باي طريقه، انا عايز بطاطا. امين يابا. انت صدعت امي اجيب لك بطاطا البطاطا المحروقه دي؟ اف اف حد فتش فيهم، حد خويا امو البطاطين دول. ايه ده كلونيا؟ ده بطاطا محروقه كلونيا؟ يعني انا امبارح كنت متفق معاك على بطاطتين كويسين وما رضيتش احرجك قدام الناس وقلت عادي امشي الدنيا واعدي الدور، وفي الاخر جايب لي بطاطتين محروقين يا كلونيا؟ احلى مسا عليك يا عم، مش عايز منك اي حاجه وهحاسبك عليهم. واقول لك على حاجه، روح شوف انت رايح فين يا كلونيا. كلونيا بعد الشر عليك، روح ارمي نفسك من البلكونه، كنت عايز بطاطا حلوه بكلونيا. بس اقول لك على حاجه، انت مش جدع يا عشان قلت لك عايز بطاطا من امبارح وانت سبتني لحد الاخير، وبيقول لك ايه بقى الاخير؟ رب كريم، انت فاهم؟ وانا الحمد لله رب كريم وبعت لي بطاطين محروقين الحمد لله اكلهم عادي. انت كده كده اصلا مفجوعه، ممكن تاكل اي حاجه. امشي امشي عشان تاكلنا. انا عملت كل دوت وصدقت كل دوت عشان خاطر ايه بقى؟ ما احسبوش. بس الناس اللي بتتفرج على الفيديو مش ذنبها ان انا صدعها يعني، بس عادي هما الناس متعودين على الكلام ده.